أخبار اليوم. دكتور أحمد أبو عابد، شكرا جزيلا أستاذ ياسر، وشكرا موجه أيضا للأخبار بصفة عامة. بعض الملاحظات في الأول عايز أقولها، الأولى منها إنه لازم نحدد مهمة البرلمان أو مجلس النواب، إحنا محتاجين نحن كل البرلمان في خارج فبالنسبة للمجلس أنا أعتقد إن له ثلاث مهام رئيسية. المهمة الأولى إنه بعد ثورتين يجي يحقق الشعارات اللي رفعتها الثورة. طبعاً دون أتوقف أقول وأهم حاجة فيهم العدالة الاجتماعية، وعشان كده هذا النداء الآن فيما يتعلق بالاقتصاد ينبغي أن يصحب البرلمان قادر على أنه يحول أي تقدم اقتصادي إلى عدالة اجتماعية، لأنه دي مشكلة مصر الأساسية اللي حصلت. لو رجعنا بالتاريخ لورا 2007 عملنا حوالي 7% بس مش 100%، فدي مهمة جدا بالنسبة للبرلمان. الحاجة الثانية أن البرلمان يترجم الدستور إلى قوانين تشريعات حقيقية، والثالثة انه مش ترجم تشريعات بتنفس، ان يراقب التطبيق، ولذلك الذي يراقب الحكومة ويراقب السلطة التنفيذية بصفة عامة. الحاجة الثانية اللي عايز اديها انه خلينا نبقى دايما ناخد بالنا انه تناسب القانون، وانا هقول ليه احيانا في بعض ثغرات لجب ان نتلافاها بالذات عشان ما نسيبش فرصة إطلاقا للطعن على قانون الانتخابات بعدم الدستورية، فنعود إلى ما كنا عليه في سنة 2012 مرة تانية. المسار التاريخي في مصر من سنة 2010 للآن ما عادتش تحتمل إن احنا نبطل برلمان مرة تانية، وعشان كده هرجع بس في النهاية سريعا ألقي الضوء على بعض النصوص التي قد تحتمل عدم الدستورية. طبعاً اللي أنا عايز أقوله بالنسبة للمشكلة الكبيرة هي بداية القوائم. والقوائم ما حدش قادر يتكلم عليها دلوقتي، لأنه القوائم زي ما تفضل من سبقوني مش عارفين إحنا المحافظات هترسى على إيه، وما يمكنش إن إحنا نعمل القوائم أو نحدد الدوائر الانتخابية دون أن نرى كيف ستكون المحافظات، لأنه النص الدستوري والنص قانون الانتخابات الاثنين واضحين، المادة 4 من القانون، المادة 10 من الدستور بيتكلم عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات. فبرضو ننبه أنه هل لو حصل تعديل للمحافظات فيما بعد هل ده هيبقى مؤثر على البرلمان من الناحية الدستورية ولا مش هيبقى مؤثر على البرلمان؟ طبعا في وجهات نظر قانونية كتيرة، حضرتك عارف القانونين ما يختلفوا، كل واحد ياخد له رأي.